السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة ديالي دائمًا الهام شانيل. جيسبر إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة ديال اليوم تكون وصفة كيف ما شفتوا من العنوان للتخلص من الشعر العانة ومن شعر اليسم بصفة عامة. اكيد كنتو كثرات اللي طلبتوا مني هذه الوصفه هذه الرائعه والسحريه في نفس الوقت، وانا اليوم جيتكم بها. نتمنى يا ربي تكون عند حسن الظن ديالكم، تنال الاعجاب ديالكم اهم شيء. الوصفة ديال اليوم هي سهلة مالا بمكونات كيف ما كتشاهدوا في الفيديو امامكم الان، فقط جوج ديال المكونات السحرية للتخلص من شعر العانة وشعر الجسم ايضا. وكنتو كثرات اللي طلبتوا مني هذه الوصفة، وان شاء الله غنجيكم بوصفات مغايرة لهذه الوصفة. وايضا كنتو كثرات اللي طلبتوا مني وصفات الجسم اي تبييض الجسم، ان شاء الله حتى هي غنجي لكم في القريب العاجل ان شاء الله وباذن الله كذلك. ولكن قبل كل شيء وقبل ما ننطلقوا اكيد لطريقة تستحضروا المكونات، ادعوكم للاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك الموجود تحت من القناة باللون الأحمر، وأيضا ضغطوا على زر الجرس كم ستوصلوا بكل ما هو جديد إن شاء الله من المستقبل. أيضا تعملوا لايك لهذا الفيديو كم ستزيدوا تحفزوني على المزيد من تقدم النجاح المستمر أكيد. وأكيد كنرحب بتعليقاتكم الجميلة والرائعة في خانة التعليقات. والآن سننطلق إلى طريقة التحضير والمكونات. بالنسبة لأول مكون ستحتاجون إليه، ستحتاجون إلى معجون أسنان كيفما كان النوع ديالو. بالنسبة لي أنا أي معجون وريته لكم في الفيديو ماشي بالضبط تمشوا تاخذوا بحال هذاك المعجون، أنا فقط كنحط في الفيديو داكشي اللي متوفر عندي حاليا. دونك بالنسبة لي أنا هنا اختاريت لكم المسواك، يعني معجون الأسنان ديال المسواك. بالنسبة للثمن ديالو هو رخيص، يعني غتلقوه باغتو. بالنسبة للسيدات اللي ما تيقلبوش أكيد على معجون غالي في الثمن، فهذا رخيص وكيوفي يعني بالغرض اللي هو أكيد تخلص من الشعر العانة أو الجسم كامل. فبالنسبة للمسواك الثمن ديالو رخيص وغتلقاه باغتو، وتيكونوا عاطين 15 غرام مجانا، يعني كتكون فابور غراتويتمون. دونك غادي تلقاوه باغتو، ماشي بحال يعني اكيد كاينين معجون الاسنان اللي كيكون شويه باهظ في الثمن، واكيد بعض السيدات كيبغوا دائما الحاجه اللي كتكون متوفره وغادي يلقاوها والثمن ديالها اكيد رخيص. فانا هنا جبت لكم المسواك، ولكن ماشي بالضبط يعني مفروض عليكم تاخذوا المسواك. اكيد اي مسواك عندكم بلا ما نذكر اكيد الاسماء، هناك اسماء كثيره ممكن يوفي لكم بالغرض. ستحتاجون ايضا لثاني مكون هو بودره النشا او المايزينا. بالنسبه للمايزينا بزاف السيدات سولوني عليها، هي كتباع في مرجان في اسيما وفي يعني في اي اسواق تجاريه سواء كبرى او صغرى غادي تلقاوها تماك. كاين يعني اون باكاجينغ صغير وكاين اون باكاجينغ كبير على حسب يعني الثمن ديالو، اكيد على حسب حتى الكميه. خذوا اي حاجه كتعجبكم، الثمن ديالها رخيص كدير شي 11 درهم او 12 درهم، لو ماكسيموم كاع شي 13 درهم غادي تلقاوها بارتو. واكيد هي كنستعملوها حتى في الشهيوات ديالنا في الاكلات، واكيد جاي الصيف دائما غنستعملوها في بزاف ديال الاكلات والشهيوات ديالنا المغربيه، فحتى هي كتوفي بالغرض. وبالنسبه لهذه الوصفه غادي نحتاجوا المايزينا او النشا. دونك فوالا هادو هما المكونات البنات اللي غادي نحتاجو. بالنسبه لطريقه تحضير هذه الوصفه، غادي تاخذوا البلاصه اللي باغيين تحيدوا منها الشعر ديالكم، مثلا فوق الشفاه او الوجه اللي اكيد كيكون شعر خفيف والزغبه كتكون خفيفه اكيد ما كتكونش كثيره بزاف. بالنسبه للسيدات اللي ما عندهمش كاع الشعر في الوجه ديالهم، ما ننصحكمش انكم تحاولوا تجربوا اي وصفه للتخلص من الشعر من الوجه، لانه ديجا نتوما ما عندكم الشعر الا حاولتوا يعني تحيدوا الشعر في الوجه ديالكم اكيد غادي يبقى ينوض، خصوصا الا ما كان يعني حتى شي زغبه في الشعر ديالكم في الوجه ديالكم عفوا. فإلى يعني كان الشعر خفيف فممكن تحيدوه، ولكن الا ما كانت عندكم حتى زغبه في الشعر في الوجه ديالكم عفوا فما تحاولوش كاع يعني تعملوا هذا الموضوع هذا، يعني الا في مناطق اللي هما اكيد بحال المناطق الحساسه بحال اليدين بحال الساقين بحال فوق الشفاه اللي اكيد كيكون فيه الشعر وحتى هو كيكون فيه شعر قليل بزاف. دونك دابا غنمشيو لطريقه التحضير هذه الوصفه. كيف ما قلنا مثلا عندنا الشعر في يعني فوق الشفاه، غناخذ المعجون اللي عندي انا الان هو المسواك، وغادي نطبقه فوق البلاصه اللي عندي فيها الشعر اللي هو اكيد فوق الشفاه كيف ما قلت لكم. من بعد غادي ناخذ بودره النشا ونبدا نفرك بها يعني فوق الشفاه ديالي. الفريك اكيد ما يكونش بزاف، خصوصا الا استعملتوا هذه الوصفه للوجه ديالكم، فما تحاولوش تفركوا بزاف لانه يقدر يلتهب لكم الوجه ديالكم ويسبب لكم حساسيه كثيره وايضا احمرار الوجه ديالكم. فبالنسبه للعمليه يعني ديال الفرك حاولوا تفركوا غير بشويه عليكم، واكيد ان شاء الله الشعر غادي يبدا يحيد بشويه بشويه.
كيف ما قلت لكم من ورا ما تستعملوا المعجون لاي معجون بغيتو، اي نوع واي شكل واي مسواك اكيد بغيتو، ملي تعملوه حاولوا تاخذوا بودره نشا وتبداو تفركوا، وهي مع يعني المعجونه تولي بحال العجينه، وان فوا تبداو تفركوا راه كيبدا يحيد الشعر غير هو من اتجاه المعاكس البنات. وفوالا البنات هذه هي الوصفه ديال اليوم، غير هو كيف ما قلت لكم بشويه خصوصا الوجه ديالكم لانه يقدر يسبب لكم حساسيه او احمرار الوجه ديالكم، خصوصا السيدات اللي عندهم بشره مفرطه حساسه يعني حساسه كثيره بزاف، وبشره جافه شويه اللي كتكون اكيد حساسه وممكن تعرضوا لالتهابات لا قدر الله. فهذه الوصفه ديال اليوم، وكيف ما قلت لكم هاد الوصفه هذه كتنطبق على اي منطقه، سواء اليدين سواء الساقين سواء اي منطقه في الجسم ديالكم، غير هو يعني ما نحاولوش نعملوا عمليه الفرك يعني بواحد الشكل اللي يقدر ما يناسبش الجسم ديالنا بصفه عامه. وفوالا البنات هذه الوصفه ديال اليوم، نتمنى يا ربي تكون عجبتكم، تكون الطريقه ديالي فادتكم واستفدتوا معايا فيها، هي كانت طريقه بسيطه مهلا، نتمنى الشرح ديالي يكون يعني وافي لانه بعض السيدات كيبغوا شرح اكثر اكثر واكثر، ولكن انا هنا قدمت لكم الشرح نتمنى يا ربي يكون وافي لكل سيده. بالنسبه لاي سؤال اي اقتراح بخصوص هذا الموضوع خليوه لي في خانه التعليقات وانا اكيد غادي نجاوبكم. قبل ما تخرجوا من هذا الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك لهذا الفيديو وتشتركوا في القناه بالضغط على زر الاشتراك الموجود تحت من القناة باللون الأحمر، وتعملوا لايك وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام سناب شات اي اوسي لاباج اوفيسيال فيسبوك، جميع الروابط في صندوق الوصف. انا نقول لكم ان شاء الله نشوفكم في البروشين فيديو، والسلام عليكم.